يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن في الجامعة ندرس مادة البلاغة، وفيها من التأويل في صفات الله، ويقولون بأن ذلك مجاز، ولو كانت حقيقة كان يلزم منها كذا وكذا كما ذكر المؤلف رحمه الله. السؤال: ماذا نفعل؟ هل نترك هذه الدراسة حيث إن تخصصي هو اللغة العربية؟ وهل هناك كتاب يتحدث عن البلاغة دون تأويل للصفات؟ يا إخواني، مسألة التعلم غير مسألة الاعتقاد. كونك تتعلم المقالات وتطلع عليها، ولو هي مقالات ضلال ومقالات كفر وإلحاد، تطلع عليها تتعلمها من أجل تعرف بطلانها وردها. أما الاعتقاد فلا تعتقدها، فالدراسة غير الاعتقاد، فأنت تدرسها لأجل أن تعرفها، على من أجل أن تحذر منها وتعرف شبهاتهم. ما في مانع تدرس مقالات الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والقدرية، من أجل أن تعرف باطلهم وشبهاتهم، من أجل الرد عليهم. فمسألة الدراسة والتعلم غير الاعتقاد وغير الفتوى، فأنت لا تعتقد إلا ما صح، ولا تفتي إلا بما قام عندك عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله. أما أنك تطلع على الأقوال فلا مانع من ذلك، ادرس البلاغة وادرس ما يقولون واطلع عليه، ما في ما، لكن لا تعتقده، لا تعتقده. نعم، أنت عندك عقيدة تدرسها على مذهب أهل السنة والجماعة، تمشي عليها وتقرأ هذه الأشياء من أجل الاطلاع فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم، ما خلوك تدرس البلاغة فقط، قرروا عليك العقيدة من أجل يكون عندك أصل تبني عليه، ترجع إليه. نعم.